أنا هاي الفترة كتير براسي إني أشلح الحجاب عشان أكون صريحة معكم. فكرت فيها كتير، راجعت أفكاري كتير. ليا حمزة وسالي العوضي تقلبان السوشيال ميديا من بعد قرار ترك الحجاب. وأنا شلحت الحجاب فجأة، بس إجيت صار بدها تشلح الحجاب، بس ما بدها العالم تزعل منه. انقلبت السوشيال ميديا آخر فترة من بعد ما أثارت الجدل كل من ليا حمزة وسالي العوضي باتخاذهما لقرار شلح الحجاب. فمن خلال بث مباشر صرحت سالي أنها قررت خلع الحجاب ورح تطلع من دونه قريبا جدا. ما تعملش هيك، لا أبصر شو، أنا هاي الفترة كتير براسي إني أشلح الحجاب عشان أكون صريحة معكم، والله العظيم. أما ليا ومن بعد أدائها للعمرة قبل أيام قليلة شاركت هالستوري واللي علقت من خلاله بي في قرار حاسم راح أعلنه قريبا، وبتمنى من المتابعين تفهم هالشي. أنا بعرف أنه آخر فترة مواضيعي عم بتكون بس عن هالقرار، وأنا تعلمت كتير من هي التجربة وتعلمت شو يعني سترة. والله يهديني للأحسن ويسامحني، أنا لما قمت بهاي الخطوة قبل 6 أشهر كنت مقتنعة بالصح، وهلأ بعرف أني اللي رح أعمله غلط، بس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لتشارك سالي العوضي وبنفس اليوم ستوري علقت من خلاله بي في قرار مهم أنا اتخذته ونفذته، وبعرف أني رح ألاقي هجوم كتير كبير عليه، وبعرف في ناس بتحبني رح تزعل مني، بس يا جماعة أنا قسما بالله حاولت كتير وبكيت أكتر ودعيت الله يثبتني، بس أنا مش قادرة. فبعد الهجوم الكبير اللي تعرضت له كل من ليا وسالي على السوشيال ميديا، طلعت ليا من خلال ستوريات انستغرام وهي تبكي وتعلن عن تراجعها عن قرار ترك الحجاب، وعلقت بي: أيوة تراجعت عن القرار، بس أنا بحاجة لبريك كتير كبير من هالقرف اللي نحن عايشين فيه. صراحة ما رح توصلوا للي بدكم اياه، وما رح تنبسطوا بالشمات اللي انتم عم تشمتوا فيها. ما رح يقبل الحجاب ابدا، مش عشان الهجوم اللي صار او العالم اللي عم تحكي بقلة ادب منكن لربكن اصلا. لتشارك ايضا بعدها سالي بدقائق قليله ستوري اعلنت من خلاله انها تراجعت عن قرار خلع الحجاب من بعد دعاوي الناس اللي تحبها وخوفها من الله. لا تختفي ليا من على السوشيال ميديا لحد الآن. أما سالي فصدمت الجميع ببث مباشر من دون حجاب وأعلنت رسميا عن خلعه، هذا اللي خلى نسبة الهجوم عليها تزيد وبشكل كتير كبير نظرا للقرار الغلط اللي اتخذته. تعليقات مسكرة وأنا شلحت الحجاب. معكم سالي العوضي، بنت لبست الحجاب وما قدرت إنها تلبسه.